الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم يا وجهة المصلين ويا أرحم الراحمين، قد وقفنا بين يديك خاشعين وأنبنا لجلالك خاضعين، فاجعل يا ربنا صلاتنا منك لنا رحمة يا أرحم الراحمين. سدد الله خطانا وأرشدنا وهدانا وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عباده الراشدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا، واجعله سائقنا وقائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واصرف به عنا النقم وأسبغ به علينا النعم، واجعلنا عند قراءته من السعداء الفائزين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا يا مولانا في حضرتنا هذه أجمعين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، تنزل علينا في هذه الليلة وفي كل ليلة بالرحمات الواسعات، واجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان. اللهم واكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنان، اللهم واكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنان، ولا تكتبنا من أهل النيران. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عبادك الجائزين، واجعلنا من عبادك الحائزين، واجعلنا من عبادك العاوذين، واجعلنا من عبادك المغفورين المقبولين المجبورين. اللهم يا رحمن يا رحيم،
إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا فاقض لنا حوائجنا في رمضان وفي غير رمضان وكل حاجتنا يا حنان يا منان. اللهم إن لكل واحد منا حاجة فاقضي له حاجته ولكل واحد منا مسألة فاقضي له مسألته ولكل واحد منا سؤلا فاقضي له سؤله. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك وارعنا برعايتك وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا من فضلك الكريم ولا تحرمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بجهل أنفسنا ولا تؤاخذنا بجهل أنفسنا وبخطأ أعمالنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ومن رحمتك لا تطردنا وعن جنابك لا تطردنا. اللهم إنا حضرنا قراءة آيات كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك إلا بذنب مغفور وكسر مجبور وعمل مقبول ودعاء مستجاب. اللهم أجب دعوتنا واغسل حوبتنا واجبر كسرنا وتول جميع أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقك من تراب انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك رايتي الحق والدين واحقن دماء المسلمين واحقن دماء عبادك المؤمنين. اللهم كن مع ضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين ومحتاج المسلمين وعوز المسلمين. اللهم لا تفضحنا في إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم أعن كل محتاج وأغث كل ملهوف. اللهم أعن كل محتاج وأغث كل ملهوف وأذن لهذه الأمة بأمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل عاديتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه العدل والإحسان يا حنان يا منان. اللهم بلغنا ليلة القدر آمنين واغفر لنا فيها أجمعين واجعلنا من أهلها يا رب العالمين لنا ولمن شفعنا فيه يا أرحم الراحمين.
اللهم رب المسجد الحرام ورب البيت الحرام ورب الشهر الحرام ورب المشعر الحرام. بلغ سلامنا إلى سيدنا النبي الإمام، وارض اللهم عن الصحب الكرام، وعن كل تقي وولي وإمام، وعلينا معهم يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.